في سبيل توفير حاجة المواطن من غاز الطهو، قامت شركة البريغا لتسويق النفط باستحداث محطة فورية لتعبئة اسطوانات الغاز تتعامل مع المستهلكين بشكل مباشر. بها خط تعبئة بقدرة 8 مضخات تقوم بتعبئة الغاز المسال عن طريق مختصين في هذا المجال. نشتغل 8 مضخات، والعدد الفنيين اللي هم يشتغلوا على المضخات 3 فترة صباحية و3 فترة مسائية، والإنتاج متوسط تقريبا حوالي 1700-1800 اسطوانة يوميا بين فترة مسائية وصباحية. تم اختيار مكان هذه المحطة بموقع قريب من مدخل المدينة لاستقبال المواطنين من كل المناطق دون ازدحام أو إرباك لحركة السير. نحن مدربين، نحن من نعتبر من القدماء الشيف شركة البريغا، طبعا مستخدمين شركة البريغا من فترة طويلة. نشتغل على آلات المضخات التشغيل، لأن تم المضخات ويتم تعبئة الاسطوانات الغاز بالفترة الزمنية دقيقتان ونصف. تم تهيئة موقع المحطة وتزويده بوسائل الأمان والسلامة مع إرشادات الوقاية الأمنية حفاظا على سلامة الجميع، ما كان له الأثر الإيجابي لدى المواطنين. بس الخدمات تبارك الله، ربي يعاونه إن شاء الله، ومشروع ناجح ومشروع بهيب الصدق، يخدم المدينة ويخدم المنطقة كلها. وتبارك الله من الزيت، من نور فلة، من كل مناطق يشتغلوا هنا يعبوا كلهم هنا، وخدمات سريعة، وشباب تبارك الله، وبصدق خطوة جبارة كبيرة عظيمة. على الرغم من حداثة عهد هذه المحطة، إلا أن دورها بدا بارزا في تخفيف الضغط على مراكز توزيع الغاز بمدينة مصراتة. عبد اللطيف أبو زهو، قناة ليبيا الأحرار، مصراتة.